ايوه هو فين العلامه موجوده بس هو فين؟ اصبر بقى على رزقك بقى، ما تقعدش تخبط على دماغك بقى، على بطينا بقى. خلاص هو 200 وهو عايز كيلو. الله العجل ده حلو قوي. العجل دوت على فكره بتمشي بيه على الحيطه وسريعه. ده الواد اللي انا اكلته ده ايدي هيلس، انا معايا هيلس. لا استنى بس، لا ما تخافش ما تخافش ما تخافش، البنزينه هيحلى شبابه. ما تخافش يا عم، في ايه؟ البنزينه هو نغير المره دي، نغير بقى الخير. فاضل كام واحد؟ تسعة؟ يا ابني واحد هو بيتنا بيت؟ بابا لو وقعت بنزل بالبنا. مش عارف مين اللي بيضرب عليها. هنموته برضه. وانا بره الزوم صح؟ نط على البيت، نط على البيت. يا ماما. حد بيضرب عليه؟ بابا. هي دي اللي المفروض تعمل لها كانت نفس الشخصية نفس السكيلز. ايه انت فاكر نفسك تسيبه انت عارف مين لسه؟ انا نط بقى على البراكات بقى. ايوه تلتا انه دحن براكات مدقوق. ما هو بيوقعني دوت وانا لقيت ترع كبير. كنت عايز هلس وكلسه خلاص. روح بدي اسهل. كنت لسه بعمل ايه؟ ارميها بقى وانت فوق. نط منها بالرشاش والديل. انا الرشاش. تمسك الرشاش هتلاقي لعيبة في أي حتة حواليك وبتلبسني. يا عم لحمة، صوتها لحم على فكرة. طب بس اقفل مفتاح الكهرباء ما تتكسرش. لعيب. اقعد اهرج لحد ما يتقفلك. عم ما غلطش انا. هو كلم مرة واحدة ساعة اتلحوش كل بيتلحوش كل عم زي اتلحوش. انا اتلحوش. ايه اتلحوش دي يعني؟ ايه اتلحوش؟ اقصد اتلخبطت يعني. ايوه اقصد مفيش اتلحوش دي. اتلحوش دي قلتها من حاجة اصلا. واحد تحت اهو اضربه بالمسدس. طب ما تمسك الرشاش واضربه بالرشاش. روح اضربه بالبيك اكس. هو كده اللي هيموت. نيوب العربية اللي كنت بيها في الاخر.
اهو الحديد بالبلحه فالكه كده قتلت التوفين تجري بسرعه صوت انت فرتكتها بص بيقول لك قطعتها بص بص هتعمل كده ثواني هات بس نضرب على البنزينه اللي هناك دي من هنا لا لا ايوه هنا طب اوعى ايدك عشان اشوف طيب مستاسف ايوه مكان بعيد اشتغل عربيتي مع الحلاق في التين فوق اتعرفت وتنفذي وفخر كده على بجي تي ايه انت عارف بقى ان زمان كنت تقتل تحت الرصاص دوت من اي سندوق ياه ثبته على الارض فايه ثبته في القطع على اي طبعا له لان اللي كان بيمسكه كان بيكسب لا استني يا بابا انا اللي بلعب اهو مش انت مش هتعش اللي انا عملتها لا ما انت كانت الجيم اللي انا بلعبها اساسا اتفضل كم بص بص عامل ايه بعد كده انزل اطبق العربية اللي كنت فينها بقى البتاع اللي طاير دي حتى جنبه اهو هو اتخض وهو في الميه كده صح معاه طلع معاه سكور في ايه؟ لا مش سكور سلاح تمام معاه سلاح حلوه صبطني خلي بالك ما فضلش غير اربعه ها وانا حاطط لاسبات هنا عشان لما الصوت يتحرك ويتحرك فاحنا هنعمل كده ونسيبك اللعيب دوت هو يا باي يا باي ايوه شايف شايف بص عامل في ايه هو هو واحد تاني ضربه اصلا اهو هناك انزل ورا الخشب عصايبك خلي بالكم يا جماعه زي ما انتوا شايفين هو مع سنايبر واحد حاطط بيا واحد اقدر اجيب فيه انت عمال تتكلم خير المفروض هما يقتلوا في بعض يا يوسف هما خلصوا بعض يبقى انا معرفش ايه السجاير اللي انت عمال تطلعها لا ما انا بطلعها من حين قصد بسبب ان انا عشان انت متعود على ايه بالاسهم اللي انت عامله ماشي واحد في الميه اهو حاطط بقى واحد هو اللي في المايه ده اسهل واحد يتقتل بس ايوه هو انت رايح في الزوم ايه يا ابني الزوم بتنقص كام دلوقتي؟ لا بتنقص اتنين عادي هنهرب منها اهو ما انت ما معكش هيلث يا ريس شفت؟ سهل ماشي هو رايح لواحد مش عارف ايه احلى هيلث شوت لا ينور انت